قال لي ملي وصلت عليهم تماك لقيتهم تيدفنوا في شي واحد مهم، باينه يكون شي كابو كبير ديال المافيا. مازال عقلي يديه كانوا كلهم خواتم، واخا كان ميت بقى مكوانسي وما بغاش يدخل لهم في هذيك الحفره. خلصني الويجي مليون ديال الدولار على هذيك المعلومه، ثلاثه ديال المرات الثمن اللي طلبت ليه. وفي هذيك الليله تبدلت الحياه ديالي. شدني البوس من عنقي وقال لي هاد المافيا محتاجه ناس فحالك، انت داير فحال شي ديامون بريوت، ما يمكنش تخليك تخدم عند ناس اخرين. من اليوم اعتبر راسك من المقربين ديال المافيا، كرسي كيكون ديما محجوز في البيرو ديالي، دخل ليه وقت ما بغيتي بلا رونديفو بلا دقان. اللي عليا غادي نحميك وغادي نغنيك، واللي عليك غادي يقولوا لك دابا النمر دوي. قال لي يوريك وين قرب عندي دونتيستا. قال لي جوج كلمات، قال لي في الخدمه ديالنا كاينين جوج اتجاهات، جريتي في الاول غادي تغنى كما قال لك البوس، جريتي في الثاني غادي تبعك قرطاسة، ولحد الان باقي ما كاين حتى شي واحد يسبق القرطاس. الا ما نسيتيش هاد جوج حوايج، غادي تتعرف على الامراض ديال الشراف بحال الروماتيزم، حيت غادي تعيش كبير. بينفينوتو ان فاميليا. وفي هذيك اللحظة صورت المكانة ديال البسيكاتر، قال لي الحصة ديالنا سالات هنا، السيمانة الجاية نفس الساعة ونفس النهار، ونتمنى ما تصادفش مع شي واحد تنقطعو ليه رجلي. سبونسور ديال الفيديو غادي يكون هو ونيكسبات. ونيكسبات واحد لابلاتفورم تتخليك ترى على الفروق المفضلة ديالك ولا الفروق اللي متابعة وكلشي بالتليفون. وبيان سور خاص تكون واحد الانسان مولف تيكوت الماتشات. نهار طلعت كاين ماتش الكونغو والمغرب، إلا دخلتي بالكود برومو ديالي اللي هو بلقى 23 غنتقيد عندهم في السيت، غيعطوك بونيس في 2600 درهم. أخليكم الإخوان كلشي أول تعليق، حد سعيد المغرب ورجعوا الفيديو ديالنا. كنت سبب في الموت ديال بزاف ديال الناس، الأغلبية ديالهم كانوا أبرياء، والصراحة عمري ما عشت تجربة ديال تيري في شي واحد بدم بارد. الناس كاملين اللي كنت سبب في الموت ديالهم ماتوا بأبل تليفونيك ولا شي دوسي كان عندهم مدفون، وجبتو لهم الضرومات ديال حياتهم. غيوري كوين ساكس واحد شوية، قال لي مني كنت خدام في الموصل لي زاجون كلهم كانت يدوزو في الثيرابي كل سيمانة باش يحيدوا لهم هذاك الإحساس بالذنب. قالوا لنا ملي تكونوا في خدمة الوطن الأرواح ديال الناس يكونوا غير دي دوماج كولاتيرو، المهم هي المصلحة ديال البلاد تكون فوق أي اعتبار. قال لي ملي كنت في السيرفيس ديال الموصل عمري ما قتلت شي واحد، لا ديريكتومون ولا انديريكتومون. سافري شفت بزاف ديال الظلم، أبرياء تيتسلبوا لهم الأملاك ديالهم، ولكن كنت بعيد على هاد الفوضى. الخدمة ديالي كانت خارج إسرائيل، أجون دي ليازون ديال المخابرات، تنراقبو أي واحد عنده عدوان مع إسرائيل، وغير تزيد لو بيون الأول ديالو، تنديرو عليه دوسي وتنحطو فين كاز، على ما تلقى ليه الإدارة شي حل. وفي أغلب الأحيان تتكون حرب أهلية، ما تيعرفش قاع الدقة منين جاتو. قال لي البسيكات علاش تحس بالذنب، ياك خدمة الوطن ما تتعرفش شي حاجة سميتها الجريمة. مني شي سولدات تيصيفطوه لشي حرب، ميمكنش يأدي الخدمة ديالو بلا ما يقتل شي 50 ولا 100 واحد، وترجع لبلادو بطل ومعلق ليه دي ميداي، وتا شي واحد ما تعتبرو قاتل متسلسل. قال لي في الأول قلتي ليا كنتي السبب في الموت ديال بزاف ديال الناس، ودابا تتقولي الخدمة ديالك بعيدة على القتيلة، واش تقدر ديفلوبي لي هاد الفكرة؟ بقات يفكر يوري كوين. قال لي المشكل ديالي بدا من النهار الأول اللي خدمت فيه كجاسوس مع المافيا، كنت عارف أي واحد خدمت على الدوسي ديالو غادي يسالي في أحسن الأحوال في شي حفرة، ولا ما عندوش نزار تيطرقو ليه فاميلتو كاملة. قال لي ولا عندي مشكل في الشخصية ديالي، أنا أصلا إنسان سلمي، ودابا ما تنديرش الفرق بيني وبين هادوك اللي مخدميني، هما تيقتلو بنا في ميليمتر وأنا تنقتل بالكلافي والسوري مخبي فحال شي جبان مورا إيكرون ديال البيسي. سكوتيوري كوين وضرب واحد الصمت في هذاك البير. قال لي بسيكات كمل ديفلوبون ديالك، وصلت لواحد النقطة مهمة في الثيرابي سميتها الشعور بالذنب، واش تحس براسك وحش فحال هادوك الناس اللي مخدمينك الويجابيريتا ودونتيستا. قال لي هادوك الجوج ما يمكنش تكون عندهم شي نقطة تحول في حالي، تيبان لي تولدوا باش يديروا هذيك الخدمة.
تعاودو دون تيست حرك شي بارمان بجيري كان ديال ليسونس فرحت ما بغاش يسرب به كاس الويسكي وتعاودو كانت عنده غير 18 عام ما عرفتش اصلا واش كانت عنده شي نقطه تحول في حياته واحد عادي ما تيديرش في حالات السلوكات اما بالنسبه للويجي هو يسكت قال نتمنى هادشي يبقى كونفيدونسيال بيناتنا بين طبيب والباسيون ديالو قال لي الويجي تنعتبرو الباب ديال لي بسيكوبات دمو بارد فحال شي كوبرا وتقدر توقع منه بزاف ديال السيناريوهات يقدر يعطي مليون ديال الدولار لشي فقير تلقى معاه غير صداقه ويقدر يقتل على 50 سنت نفس هذاك الفقير الى مد يديه الفلوس شعل البسيكاتر واحد الكويبة هو يدخل معاه في المعقول قال لي واش تعرف الفرق بين الخير والشر فكر مزيان في هذا السؤال واخا تيبان ساهل تيبقى سؤال فلسفي كبير قال لي يوري كوين دري صغير عنده 10 سنين يقدر يجاوب على هذا السؤال ما كرهش نسمع الفيرسيون ديالك باينه تكون شبعانه فلسفه دار عنده يوري كوين وبدا يضحك قال لي الثيرابي تتقام عليا ب 1000 دولار للساعه من الاحسن ربح شويه ديال الوقت قال لي البسيكاتر ما كاينش شي حاجه سميتها الخير ولا الشر هادو قوانين حطوهم البشر باش ما نعيشوش في غابه جدودنا لومو سابينس اللي جايين من لاليني ديالهم منين هاجروا من لافريك لوروبا ديال 40000 عام تلاقاو مع بنادم جديد تيشبه لهم ولكن البشره ديالو كانت بيضه لاحظوا بلي ما كانش متطور في حالهم وما تيستعملوش نفس الادوات اول فكره طاحت عليهم هي الاباده الجماعيه واخا ما داروا لهم والو هذوك الناس وكانوا سلميين وفي اقل من 2000 عام حنا هذيك لاراس كامله اللي كانت ساكنه في اوروبا بزاف ديال الحفريات اللي لقاو في اوروبا ديال نيوندرتال كان مشقوق لهم راسهم شي حاجه صحيحه بحال شي مطرقه ديال الحجر هاد الفرضيه اكدوها المقبرات الجماعيه لقاو بزاف ديال الجماجم في حفار كبار مدفونين كلهم ماتوا تقريبا في نفس الظروف وما كانش باين عليهم ماتوا بمرض السكر الاغلبيه ديالهم كانوا صغار ما فايتينش 30 عام في الاول العلماء ديال الحفريات قالوا واقيلا كانت شي حرب بيناتهم وسي نورمال يموتوا بالطريقه ولكن لقاو لومو سابيانس حتى هما تيتقاتلوا بعضياتهم واخا كانوا من نفس الراس وجايين من نفس البلاصه وعايشين بعضياتهم وكومينوتي كانوا تيتقاتلوا على ابسط الحوايج مثلا شي مره من تتبغي تولد مع شي راجل تتعزل ديما داك اللي كتافو غراض عارفه غيحميها ويحمي ولادها هو تيعزل المراه اللي عندها ليهونش كبار عارفه غتولد ليه بزاف ديال الاولاد وغادي يساهم في التطور ديال السلاله ديالو قال لي المشكل الكبير تيكون في القبيله تيكونوا بزاف ديال الرجاله كلهم اعراض من الكتافه وكلهم باغين نفس المراه وهاد المساله كانت تتحل بالمطارق ديال الحجر وقدام لا كومينوتي كامله وكانت حاجه عاديه تفرقع على شي واحد راسو اللي ما تيقدش على الجواج ما يبقاش يعرض في كتافه ملي تيسالي هذاك السبيكتاك ديال القتيله تيدفنوا باحترام هذوك اللي خسروا واللي تيبقى في الحياه تيهز مراتو فوق كتافه وتيسري بال شي غار مظلم باش يضمن الخلافه قال لي البسيكاتر شنا في هاد الحال 300000 عام ما كاين لا خوف لا ندم لا قوانين اللي تيموت تدفن وتتنسى هذيك الساعه هاد القوانين اللي عايشين تحت الظل ديالها يلا عندها 5000 عام والسيرفو ديالنا باقي ما استوعباش مزيان داكشي علاش باقي تشوف الناس ما مسوقينش بحال دونتيستا والبوس ديالك الواجي وبعض المرات شي قتالة متسلسلين ضرب البسيكات واحد جرة عميقة من هذاك الكويبة قال لي كوميم جدودنا كانوا عايشين مزيان ما تيجاوملت اني بالضمير لا كرا لا دولا طاكس غار مظلم تيسكنوا فيه وجلدة تيستروا بها ارواحهم الى حللتي مزيان هاد الهضره اللي قلت لي غادي تفهم بلا السيرفو ديالنا ما تفرقش بين الخير ولا الشر خدام دي بولسيون الكتريك بحال البينار في شي بيسي هاد التسميه ديال تاني بالضمير والخوف والندم غير تراكم ديال ثقافات وديانات وايديولوجيات تكاثرنا بزاف فوق هاد الارض كان خاص يحكمنا قانون صارم باش كلشي يمشي في نفس الاتجاه بحال شي تروبو ديال الماس قايوري كوين مصدوم بالتحليل ديال البسيكاتر قال لي كاين بزاف ديال اللوجيك في الهضره ديالك ولكن تيبان ليا كوميم غتكون شي حاجه زوينه في الانسان تتولد مع منين تيحل عيني قال لي البسيكاتر بلا ما نسافروا 60000 عام اللور الحاجه الوحيده المخليه الناس دابا عايشه في امان هي السلطه
الإنسان في الطبيعة ديالو خايب، حيد لي هذاك البروتكان ديال السلطة اللي فوق كتافو، غادي يطيح القناع، وغادي تكتشف الطبيعة ديالو كيفاش خايب. غادي نعطيك مثال باش نوضح لك الصورة. من الشعب تيتور على شي رئيس في شي دولة إفريقية، تتنوض بالزربة السيبة في هذيك البلاد، الناس تتقاتل بعضياتها، العيالات تتغتصب، واللي عنده شي كوميرس يفرقوا عليه بابو وتديو ليه رزقو صحة. غير تيجي شي ديكتاتور جديد تيطلق عليهم العسكر والطنوقة ديالو، وتترجع الحياة كما كانت، يدخل دارك تاكل الخبز يا القرطاس. هذه سميتها السلطة، تتقدر تمارسها حكومة وتقدر تمارسها منظمات مستقلة بحال الشكل ديال كوزانوسترا. قال لي الإنسان ما بقاش يعرف يعيش حر، ولا في عيش تحت البرود كان ديال السلطات والحكومات، هما اللي غيحدوا لي الطريقة اللي غيعيش بها والخطوط الحمراء اللي ما خاصوش يفوتها. ضرب البسيكاتر للمكانة ديالو وبان لي الوقت ديال الحصة قرب يسالي. قال لي الخدمة ديالك اللي بديتي مع المافيا خاصك تكملها، هادشي ديال تأنيب بالضمير خاصك تنساه، وكما قلت عندي بيلسيون في السيرفو، وقول فراسك بلا في الدنيا ديما تيكون سبب باش يموت شي واحد. هادي 600,000 عام واحد مات حيت كتافو وراء، وغدا واحد خاصو يموت حد دوسي يطيح فوق البيرو ديال الويجي. هادشي داخل في ليكليب ديال الارض اللي عايشين فوق منا، كروشي ولدو وارض تتبلع. هادي هي سنة الحياة، فكر مزيان في ليكليب اللي دوينا عليه، والحصة ديالنا السيمانة الجاية نفس النهار نفس الساعة. إخوان وأخوات، كان معكم رشيد من قناة بلقابين، شكرا على المشاهدة وإلى الحلقة المقبلة.